نوستالجيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. 26 سنه انت ولد القصبه بالتحديد في الجزائر العاصمه. المعروف برشا على القصبه وسكان القصبه انه مغرومين برشا ويسمعوا الاغنيه الشعبيه الجزائريه. شو اللي خلى وذنك وموسيقتك ما تمشيش نحو الاغنيه الشعبيه اللي انت اكيد راك ولو حتى رغما عنك راك تربيت عليها؟ دوك نقول لك خويا، هذه كاين اغنيه شعبيه، كاين القصيد الشعبي، كاين بزاف شعبي، فيه بزاف ريسكين. يعني احنا باش نكملوا شعبي احنا برك ندو افسام شعبي، دينا حاجه من شعبي ودرنا لو ستيل تاعنا فوالا. بصح يقعد توجور شعبي باسكو اذا سمعتوا كلمات مش شعب خارجي، لا فايز من الزنقه فايز فوالا. تظهر لي مودرن، سامحني، نجيبوا ستيل جديد، تظهر لي مودرن. معناتها لو ستيل اليوم باش نعرفوا شنو بوب شعبي مودرن كيفاش نسميه؟ ساعات نحس زاد خلفيه الفيراج وراك، معناتها تو نرجع نحكي من بعد على الفيراج وعلى الكره اللي طبعت لك برشا الموسيقى نتاعك. اما شنو ستيل بالضبط؟ الستيل هذا سميناه زنقاوي، هذا الستيل تسمى احنا درناه، ماشي معاود ولا عاود، درناه احنا، كرينا احنا خارج من الشعب، درنا له اسم ما عندوش بزاف، سميناه زنقاوي وفيه الشعبي. زنقاوي مش شعبي، هذا الستيل خارج الزنقاوي فوالا. اول مره نسمع كلمه الزنقاوي، يعني الكلمه انتم اخترعتوها؟ احنا خرجنا انا عمه. والزنقاوي جايه من الزنقه، جايه من الزنقه، من كلمه الزنقه، جايه من الزنقه فوالا. باسكو زعما دوك فاهم، كاين اللي يمد الفن تاعو، يمد الفن تاعو بصح ما يعطيكش الحقيقه واش صار. احنا نبدو الحقيقه اللي راهو عايشها الشعب، وصلوا بها دي ميساج، ندير اغاني هادفه فوالا. شوف محملانو في المشرق العربي، اذا اليوم تحب تسب مثلا اغنيه معينه تقول اغنيه زقاقيه نسبه الى الزقاق. وفي المقابل فما الاغنيه نتاع المسرح، فكسب من لبعض الاغاني يقال تلك الاغنيه الزقاقيه. فعشنا وشفنا انه اليوم ولا ستيل خاص باللون هذايا. انا عم احنا دوك نفهمك دوك باش زعما كي نبدا انا ستيل في الموسيقى باش ندير ستيل ونعاند واش داروا ديجا، شغل ما درش لا ديفيرونس. مي كي تجيب عفسة تاعك انت تبرز بها، ماكاش منها جميع واحد يدير عفسة ديالو يبرز بها. الاغاني فيهم روح استاد، روح الملعب، روح الفيراج. انت معناتها ولد فيراج بالاساس. انا مناصر كيما كاع لي زالجيريان كيما لي تونيزي، يا اخي ميم اللي ما يعرفش الاستاد مناصر. و نتبعوا الكورة سورتو في القصبة، هنا في الحياة عندنا كامل نتبعوا الكورة كامل. ونحسوا انه الموسيقى نتاعك فيها برشا من اهازيج الملاعب، معناتها وطبعت. واليوم نعرفوا انه الاغنية قبل، معناتها الاغنية اذا كانت غنيت في الملاعب معناتها سكسي، معناتها هيت، يقول لك الاغنية هذه وصلت تغنيت في الملاعب. ف سي نورمال، لا كورة احنا مبازيو على الكورة. صحيح، لا كورة زعما عندك صح الكورة، سي بور سا تبالك هازيج الملعب، يلا كورة لازم تكون باسكو لا باس تاعنا هنا. كيما تقول فيراج كي غنيها لك شعب كبير، غني غنيها لك شعب كبير، كيما عندكم في تونس، كيما عندكم الافريقي الترجي كي غني غنيها كاع سطا تحب يقول ايت فوالا. صح كيما قلت لك اونيلا هي الغنية اللي نجم نقولوا خرجتك شوية من الجزائر وهزتك للمغرب لتونس عام 2019. كان متوقع النجاح نتاع الغنية هذه بالنسبة لك انت وانت تخدم فيها؟ كنت عارف انه فما حاجة قاعدة تصير؟ اونيلا كانت خرجت ديجا قبل هذيك لا فيرسيون تاع ليكيب ناسيونال، كنت درتها ديجا، لو تيتر اسمه قصبة سيتي. بهذيك لا ميوزيك برك الكلام ماشي كيف كيف، لي بارول ماشي كيف كيف، ومشات في المغرب، مشات في تونس. مورا ابري وقيلا 4 موا جات لا كوب دافريك، درنا على الفريق الوطني تاعنا والحمد لله داو كوب دافريك والاغنيه مشات. والغنية خذيت زادة كيف كيف هي كوب النجاح، على خطر حتى لعبيت المنتخب الجزائري شفناهم على سناب شات، على انستغرام، الكلهم قاعدين يتصوروا ويغنيوا مع الغنية هذه. معناتها كانت عفوية بصراحة ولا أنت تعرفهم اللاعبين هذوما ويحكيوا معاك وكنوع من الدعم للغنية هذه، وإلا بشكل عفوي كانت؟
لا بشكل عفوي بارك، نقول لك كاين لاعبين عرفتهم مور لا كوب دافريك، مي هذيك بشكل عفوي باسكو الاغنيه هذيك وحدها برزت في الكاس الافريقيه هذيك، تما غير هي اللي كانت دور، سي بور سا غنوها وعاودوها.